السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة شربتكم شاهي طيبة إن شاء الله يا رب صيامكم مقبول وصيامنا وعباداتنا الناس كله قراءة القرآن وكل ما نعمله في رمضان ومن غير رمضان يا رب يتقبلوا منا وإن شاء الله يكونوا من القلب إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم سمية باش تعمل حاجة متاع سحور، تحبي حاجة هكا حارة متاع سحور باش تعملها نعملها معكم، وفي الاخر باش نوريك اللي العشاء نتاعنا من غير ما نصورت شنو طيبنا، لكن باش نصور لك اللي على الطاوله الكل بطبيعه الحال اللي طيبناه من غير تصوير، لكن حبيت نصور لكم فقط الاكله مالحه وبنينه. ما تنساوناش من لايك وخليكم مع سمية. سميه باش تعمل باتيه محشيه بزوز انواع، واحده طن هاك مقابلني والعظم وهريسه عرق تونسيه، وعندها زاد مضبلة غديكة شفناها وكا سبنيخ ومعه ثوم وثوم وبصل شوية زيت، وهذا الريجوتا ولا اسمها بيتا تشيز، فتا تشيز من عاش في تونس ما عندهم ما يسموها شكاكة، المهم كل جبن يده في الماء من عاش ذاك اي مقابل بالقدية خزروا لها من غديكة يعني. طبعا شويه جبونيت من كاو مي عظم قص بعد ما سموت المقصوص، الطن الهريسه التونسيه هذه حاجه سهله في صافيه. أنا باش نخليكم سمية تعملها وتحشيها الكعبة تو تشوفوها، وأنا باش نمشي نقعد نقرا قرآن. هذه زبدة عملتها سمية ذوبتها باش تعمل بها الطبق، وبطبيعة الحال زادة باش تعمل بها البات سمية زادة. يا إيه هو البات. أوكي. باش تخليها غاديكا هذيكا غاديكا. باهي ما يصيرش. خليني نبدل شوية الكاميرا مش مشكل. بسم الله. الورقه اها مبين مقابله من هنا هكا يا خلينا نرجع من البلاستيك. يا قلت لك قصدك هكا عملت لك سبايس مرد بك ليجيك القطوس يعمل كل شيء يفزت كل شيء القطوس. ناصت هكا حطوا 5 ورق كيكه ماما. اي خل تجي تتقرمش 5 من الفلوطه و5 من فوق. كيك باهي نعمل نص طبق بالعظم ونص بالسبينتش، واللي عندكم اي جبن اللي عندكم ريكوتا ولا حتى احنا نحبوكم برشا. انا برشا التعليقات الكل جات انه تحبوا سمية وتحبوا موني وفرحانين بالفيديوهات اللي عاملينهم والوصفات، حتى احنا كنا انا وبناتي نحبوكم برشا الحقيقه. انتم ما شفنا منكم كان الباهي والتعليقات اللي تقويني واللي تخليني نكمل المسيره هذه في قناتي. ربي يخليكم لينا وربي يجازيكم على قدر نيتكم ان شاء الله. حتى نورا باش تعمل لي فيديو راه مش ماكله تحب تحكي في موضوع مهم، نهار بتجي تسهر بحذايا بما اني بعيده موضوع تحب تحكي موضوع قتي مهم قتي خلي لي نجيت ونقول لك عليه. خليها هي تقوله حاجه تخصها هي قتي. يلا نمشي نمشي نقرا قراني وانتم مش عاملين كان تتفرجوا في سمية. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. This soup is so good. Like and subscribe if you want to try some. It's super good. You said try some in the like and comments. You had to try the soup right now. It's so cute and yummy. And like and subscribe. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liyan can tahki maakum. Like and subscribe for more videos to see yummy food. باي. هريسه هذه مش حاره مش هريسه عربيه. انت زي صاحبتك انت الكنديه ما تاكلش بالكش هريسه. هي نص هريسه ونص نو نص هريسه ماشيه مع التن وعظمك اهو ماما. تبرد لا مع النص يعني مش تتبرد يعني اذا كان يحب ياخذ تن معناها انت عامله زوز.
هكاك 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 فهمت. ايوا معناها تعاملنا زوز حشوتين. صاحبتي ما تحبش الحار. هي ما تحبش الحار، اذا حبت تاكل هذه ولا هيدا براس. اما هي الهريسه هذه في الحكه مش حار بكل. انا نموت عليها، ما ضبيت حتى حتى قدس. هكا حطينا فيها الهريسه والتون والجبن. ما تعمليش في الفاكهه ملح ولا حاجه باش ما تجيش ولا فتون. اوكي وجبن اوكي اوكي. نسيت التون ملح؟ ها؟ لا ما نتصورش ملح. ما نحط فيه. اما ملح وباهي وكهو. نحط فيه ملح. حطي شوي شوي وبرا ماك ماك النقبه الصغيره نتاع الملح ثما زوز هما ماك المشبكه هذيك ما تهبطش برشا شوي وبرا. باه هكا نص والنص الاخر باش نعبوه بالسبينتش هذايا والثوم والبصل. اي حطي له شوي اي هكا 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 في وحريحته. شفتوا كنهار كيفاش تحمر هي تذبل السبنيخة بالبصل والثوم في الزيت الاول وبعديك ترمي عليه السبنيخ يبدا ريحته مش نقول لكم يشرح. هذه نهار نعملوا به سميه لحمه بعجين يا والله تتهبل. نعملوا بالسبانخ ونعملوها باللحمه ان شاء الله. خبزتك ماما ان شاء الله. غدوه كنت تحبي نعملوها نهار تدي قاعده خاطر تشد الايد تروح تعبي والله مسيكنا روحوا فاشلين. منى دخلت رقدت، هي دخلت رقدت من عشا على جه النوم ولا ليه سمي ارتحت ما جانيش ارتحت هي ارتحت شويه وقامت صلت العصر وقرات قرانها ومن بعد قعدت جيت للكوجين. ربي معاهم اللي يخدموا الكل يبدوا تعبين مساكر اللي ما عندهمش شكون يعاونها في الدار اللي عندها اولاد واللي عندها صغار وكل. انا بدي اول مره نشوف سمية تعملها علاش قعدت في عاد نمشي نقعد عاد نتفرج. شهية تعوزك نعمل باتيه طيب باش تغطيها بنفس الاوراق بعد قصها قبل ما تمشي للكوجين تمشي لل اوكي هكا تو تقريبا عرفت الحكايه. كمل انت اعملها وريها لهم ان شاء الله ما تبدوش تعجلوا في الفيديو ماكم تحبوا سمية ومني ما يسالش تحب الشخص هاي. انا من كل كلوفير انا ما نسكتش خليني نمشي. ماما انت قريتي مع يعني قريتي مع بابا عزيزي وقت كان حي الله يرحمه؟ قريت شنو؟ انا؟ يا ليه بابا مسكين كان ديما يخدم وهو يقوم الساعتين تاع الليل يبدا يقرا في القران واحنا نبدا نشنخ وقت نرقد ونبدا راقدين في دارنا حتى كي نبدا كبار كان نجيو ضياف. ليه ما اما هو ما علمنا كان يعلم فينا برشا على الدين كان ياسر يحكي لنا على الدين وهو احنا صغار. ما شاء الله عليه. علمنا يحكي لنا على الدين. بابا ما كانش يقرا ويكتب راه سبحان الله امي راهو. ما كانش يقرا والله لا يقرا ولا يكتب. وكيفاش يقرا القران؟ يعرس بامي وبدا يمشي ثم كتاب ثم معلمين يحبوا يحرروا فاحنا نسكنوا في القران على خاطر ثم معلمين الله يرحم والديهم عملوا في الليل بعد الستة اللي يحب يجي يتعلم الناس الكبار بابا اولهم شيء ولا يقرا قران ولا ما شاء الله يكتب ولا كل شيء بابا الله يرحمه. الله يرحمه. واو ما شاء الله عليه هو كان متقف على الاخر. الله يرحمه الله يرحمه ونعم يرحم موتى المسلمين الكل. امين. توا بعد ما تحط سمية هذيك في الفور بدنا نمشي نحط القران في الترزه ونقراوه مع بعضنا انا وسمية وموني وممكن صاحبتها تبدل هنا نختار الصوره ان شاء الله. طبعا مش نسجلها انتم تعرفوا فقط نقول لكم باش تتشجعوا تعملوا هالعمليه هذه في الدار. انتم اولادكم يبدوا القران ياخذ انتم تخليهم يعاودوا خاصه اللي يسكنوا في الخارج اللي لسانه مش مطلوب بالعربي كيما اولادي هكا. Maybe one more. قداش الوقت هيك؟ 7:15 ان شاء الله تيب قبل ما شق الفطر. هذه اخر واحدة بسم الله. واللي يجي للوقت اي نو سبحان الله. خمسة يكون مش بيت الوقت.
لا باش نكمل انا باش نقرا نو هذا تفهمني انت زي كملت قريب تكمل يا قريب نكمل لك باش نقص ونحط ما سخنتش الفول سخنت اوكي خفيف موني باش تقرا معانا بنو من قومي ماما قلب الفيار قلب المغرب باي وضع باي بشخص فيها الفرق لأنه كان مع بعض في الفيار سكينة تعب اللي يخدم كله تعب ربي معاك وربي جزيك أما شنو ربي جزيك وخاطر ربي مش يعطيكم على قدر حسناتكم أنتم تعبين البرة وتخدموا وتصايمين ما شاء الله ربي مش يعطيكم جاه حسنات هذيك ماهيش خسارة ما شاء الله نص بسم الله قصوها كيف ما تحبوا خرجت الحشرات اوكي شويه خليهم انا كبار اوكي شويه كيما تحبوا انا حبيت نعملهم كبار كيف البيتزا كيكه باش تمشي تيبو فيسا خاطر ما هو روح مخفيفه الحشوه نتاع مخفيفه يا نو اما هي الورقه هذيك هي اللي تشد الايد قوي فيها حتى 400 دقيقه نو هي ماما ورقه ماما يلزم ما قداش حطيت السخان نتاعها انت 380 اوكي هكا هو نرجعوا لكم وقت الطيب ان شاء الله اها ريحه ريحه ما شاء الله يي هاي ما طمع ما معنا فيسا 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 يقصر كي بقليوة بقليوة مالحة هاي بقليوة مالحة فما نستعمل حلوف طيارة البات حضرت وهذه تنجم تكون زاد بعد التراويح العباد تروح جيعان تاكلها أو في الصباح كل واحد وشهوته هنا هذه هو عشان هذاك قلت لك يعني عاملين السحور اول بعد التراويح موني طيبه العشاء عملنا عمد مصلي بالحمل مفروم دجاج وخضره وكل شوربه والشوربه والسلطه طبعا نحبوها هكاك ني من غير ملح وعاملين جو احنا خاطر لين موني تعلم في بنتك كيفاش تاكل الشوربه بالخبز كيفاش تفترش وباش ما تشرقش وكيفاش تاكلها انا بيكم ان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم ما تنسونيش من لايك ونخليكم مع بقيه الفيديو سو ديليشس وايت 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 بنينه بنينه حتى ها اللي تحب شربه الميمه ميمه ديليشس بصحه صحه وبالشفاء والخبز الخبز هي خاطر سخون عليها في الملكوشه سخناها جا سخون عليها كلي فتر شيء باش نجم تاكلو قولي يا ماما صح ورينا برك عطاوتك وكوليه الصحفه